اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفه من وصفات الكريسماس. كل سنه وانتم طيبين، بنكمل مع بعض حلقات الكريسماس. النهارده ان شاء الله هنعمل شجره كريسماس بالرايس كريسبيز والمارشميلوز. عندنا باكت رايس كريسبيز و300 جرام زبده، 1 كيلو مارشميلو، عندنا شوكولاتة ألوان، وثلاثة كوب سكر بودرة، ثلاثة معلقة كبيرة لبن، ولون طعام أخضر. المقادير بسيطة خالص بالنسبة للسكر واللبن، ودول عشان نعمل الآيسينج، والزبدة والمارشميلو والكريسبيز دول علشان نعمل الشجر. هحط الزبدة على النار، عايزينها تدوب. وأول ما الزبدة تدوب على النار هنحط المارشميلوز، وهنخليهم مع بعض لحد ما المارشميلوز تسيح تماما. اوكي، الزبده كده خلاص، هنبتدي نحط المارشميلوز، والحراره هتسيح المارشميلوز، وبعدين لما يرجعوا الحراره بتاعتهم تبرد تاني وتوصل لدرجه حراره الغرفه هترجع تتماسك، وهو ده اللي هيمسك الرايس كريسبيز مع بعض ويساعدنا ان احنا نشكل الشجره. نفضل نقلب، مش عايزين المارشميلو يلزق ويتحرق في قاع الحلة. نفضل نقلبه مع الزبدة. لحد ما يسيح، ما نعملش برضو النار تبقى عالية على الآخر. نخليها وسط، يعني ما بين العالي والوسط، عشان نتأكد ان المارشميلوز ما تتحرقش. قرب يدوب، بس لازم يدوب على الاخر. وبنجيب واحد زي دول برضو كون من الستايروفوم، بنغلفه بورق فويل، وبندهن ورق الفويل بشوية زيت، وده اللي هنشكل عليه الشجر. لازم نلاقي الكمية كلها دابت، مفيش قطع مارشميلو. طول ما أنا شايفة قطع يبقى هنخليه على النار لحد ما كله يدوب ويتحول إلى معجون كده. ولما نيجي نشكله محتاجين ان احنا نشكله بسرعة شوية، لان اول ما درجة الحرارة بتنزل بيبتدي يتماسك، ولازم برضو ندهن ايدينا بشوية زيت علشان المارشميلو ما يلزقش في ايدينا. اوكي، هو تقريبا كده خلاص، فضل حتتين ثلاثة اللي شكلهم لسه ما دبوش. اوكي كده، زي ما احنا شايفين ده بقى الملمس بتاعه. اوكي، كله ساح خلاص، الزبدة مع المارشميلو. هناخدهم على جنب، وهحط الكريسبيز فيه واقلبه. اوكي، انا نسيت احط اللون الاخضر، هحطه دلوقتي. المفروض ألون المارشميلو الأول لوحده، هحاول أقلبه معاه.
اوكي. ونقلب، ولو لقينا انه هو ابتدى يتماسك قبل احنا ما نخلص يبقى ممكن نرجعه على النار تاني بسرعة، مجرد بس ان هو يبتدي يفك شوية. اوكي اوكي دلوقتي جاهز. هخلي النار مفتوحة علشان لو احتجت ارجعه على طول، و دي واحدة غلفناها بطبقة واحدة، يعني دي نص الكمية الأولانية وعندي نص الكمية الثانية. أبتدي أجيب جوانتي وأشكل المارشميلو، أكمل بيه الشجر. أوكي، ولحد بس درجة حرارة المارشميلو ما تهدى حاجة بسيطة خالص، مجرد أن أنا أقدر أمسكها، نطلع فاصل وبعد كده نكمل شجرة الكريسماس بالرايس كريسبيز. اهلا وسهلا بيكم. نبتدي نشكل مع بعض الرايس كريسبيز. اول حاجه هعملها ان انا هحط زيت على الجوانتي، اجيب بس عشان الزيت ما يقعش على الكاونتر. نتاكد ان في كميه كافيه على ايدينا لان ده هيلزق خالص، وهنبتدي ناخد الرايس كريسبيز ونشكل الشجرة. وعندي آخر جزء اللي أنا شايفاه اللي هو من ناحيتي ده. متهيألي كده اتغطت كلها. ودلوقتي فاضل لنا ان احنا نحط اللبن على سكر البودرة بحيث ان هو يعمل لنا ايسنج، وده هنخليه ابيض زي ما هو اكنه تلج، وهنعلق او هنرش شوية شوكولاتة ملونة تدينا شكل الزينة بتاعت شجرة الكريسماس. محتاج شوية مية كمان. ممكن طبعا دي نعملها بلبن او نعملها بمية او عصير ليمون لو عايزين احنا طعم الليمون او اي عصير، بس طبعا نخلي بالنا ان في حاجات ممكن تضفي لون على الايسنج بتاعنا لو احنا عايزينه ابيض، بس نخلي بالنا من الحكاية دي. كده الايسنج جاهز. هحطه في بايبنج باج وبعدين نشكله على الشجر. ونجيب مقص
ونجيب أقرب الشجرة شوية مني ونبتدي ننزل على الشجرة. وهي طبعا الايسنج هيبتدي ينزل على الشجره يدينا شكل التلج. ونبتدي نحط شوية شوكولاتة ملونة على الشجرة. فاضل حتة صغيرة وبكده زي ما احنا شايفين عملنا شجرة كريسمس من الكريسبيز مع المارشميلو. لو سبناها طول الليل او حتى 24 ساعة ممكن هتبتدي تتماسك وتبقى مقرمشة، وساعتها نقدر نشيل الكون الجوه ونقدمها كده كشجرة، وطبعا تتاكل. ومتهيألي الولاد هيتبسطوا قوي لو عملنا لهم شجرة زي دي وهم ساعدونا فيها، ويتبسطوا كمان لما ياكلوها. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله. Thank you.